رمضان كان عامل معاك ازاي يا كابتن وانت لعيب، وانت لعيب في نادي الزمالك، وانت لعيب بره مصر؟ واجواء رمضان دايما اي حد بيسافر او بيشتغل بره مصر فتره يقول لك لا رمضان في في مصر مصر مختلف، طبعا حاجه تانية يعني. طبعا رمضان في مصر مختلف، بس احنا كنا واحنا بنلعب ما كانش في اضواء طبعا في النادي، فكنا بنتمرن الطبيعي الساعه 3 بعد العصر لغايه الساعه 5 نتمرن. كان طبعا الساعات في الصيف، كان رمضان بيجي في الصيف كان بيبقى الصيام شاق قوي يعني. بس احنا شباب كنا بنستحمل يعني، صغيرين في السن، نخلص التمرين من هنا طبعا نروح على بيوتنا نفطر. لكن بيبقى صعوبه رمضان بقى في الماتشات الافريقيه لما كنا بنسافر، اللي انا حضرت كتير مثلا في زامبيا وفي نيجيريا واعتقد في الكاميرون، كان اوقات رمضان قضيناها هناك، كان عندنا ماتشات، فكان طبعا الجو حر جدا وكمان هتلعب وتدريب، فدي بتبقى الصعوبه شويه يعني. لكن في رمضان في مصر طبعا متعه استمتاع، تروح 9 الصبح، تروح الظهر التمرين، تخلص ترجع البيت تقعد شويه تصلي بقى وتفطر وتصلي وبتاع، تنزل تروح بقى مع اصحابك كده مثلا، تخرج تقعد هنا تقعد هنا، تروح الجامعه تصلي كده يعني، متعه. لكن في الماتشات الافريقيه كان صعب يعني، الصيام كان فيه صعب جدا يعني، بس كنا الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنصوم وكده. بس في لعيبه يعني كانت بتتعب بقى في واحنا في الماتشات والتمرين، فايه يمكن انا عشان ما كنتش بعمل مجهود بدني كتير، فما كنتش الصيام يعني، كنت بعتمد على مهارتي فنياتي كورتي الحلوه. لكن في اللعيبه بقى كنت بتحب التمرين يا كابتن؟ ايه؟ كنت بتحب التمرين؟ لا ما بحبش صح التمرين كده؟ قوي، بس اتمرن بس يعني ايه؟ بس تمرين الصبح ما كنتش احبه، اللي ما اعرفش يعني، انت ما كانش في احتراف زي دلوقتي، دلوقتي صحيح. يعني انت هتجيبني الساعه 9 الصبح، فمش زي انت تروح جايبني تاني الساعه 3 الظهر. فما هو يعني ما فيش احتراف، وبرضه كنا طلبه، واللي في جامعه واللي في كليه واللي كان بيبقى في الجيش واللي عنده شغل خاص وبتاع، فبرضه كنت بلعب ليا، بس ما اتكررتش كتير دي في الثمانينات يعني، كل تمرين بيبقى الساعه 3. لكن دايما اللعيبه المهاريه ما تحبش التمرين قوي يعني، بتوفر بس مجهودك للمهاره. بس لازم تتمرن طبعا، بس مش هتاخد الحمل التدريبي زي المدافع اللي بياخده، او مثلا زي مثلا هشام ياكم، نبيل محمود، مش هتدي له حمل وهتدي حمد عبد الطيف حمل زيه، لازم يبقى في تفاوت في الاحمال التدريجيه، لان المهاري حاجه والقوه حاجه، في حد بيعتمد على قوته على لياقته العاليه على سرعته، المهاري القوه عنده مش كتيره قوي، فما تدوش حمل زياده عشان ما تجيش يوم الماتش تلاقيه ان هو مش قادر يأدي كويس. فدي بتبقى طبعا خبره مدربين يعني، واكيد دلوقتي الدنيا اتطورت وفي بقى مخطط احمال، وفي انت مدرب وبيقعد بيعرف ده محتاج ايه، وده محتاج سرعه، ده محتاج قوه، ده محتاج يعني الدنيا اتطورت دلوقتي.